الله الله، يا لها من لقطة ومن تصويبة. إيمانويل ردة فعل جميلة من حارس مرمى غالفيروز الذي أبعد كرة. يا للذكاء في التعامل، القدم اليسرى، عينك على اللاعب رقم 10 الذي أتى بكرة، كونور دويل حطها جميلة بالقدم اليسرى، كانت رايحة ماشية عدل. ردة فعل جميلة من الغاني إيمانويل، لكن إلى ضربة ركنية أخرى كما يشير حكم المباراة حميد الشامسي. حميد الشامسي يشير إلى وجود ضربة ركنية، وعندك إيمانويل تصدى ببراعة لتصويبة كونور دويل، لكن ضربة ركنية أخرى من الجهة المقابلة. وهذه اللحظات السيتي يبدأ العمل ويبدأ الخطورة، وعندنا كونور دويل القدم اليمنى يأتي بكرة أخذ حارس المرمى بامتياز، حارس المرمى بامتياز بامتياز. يا لها من لقطة احتفل من خلالها غالف هيروز بهدف، لكن الكرة كما يشير حكم المباراة ما وصلت إلى الشباك، هنا تصويبة إيمانويل يتصدى محاولة كرة، فرصة خطيرة جدا كانت لمصلحة غالف. 42 دقيقة والأمور عند الواحد لا شيء، ولدينا كرة من جانب السيتي. الله الله على مرور وكرة خطيرة، قد يأتي التعديل. إيمانويل إيمانويل حارس مرمى غالفيروز يتصدى، لكن كرة كان بالإمكان أن يكون استثمارها من جانب جمال. يا جمال جمال يا جمال، قاعدين نشوف قوة الهجومية في الشوط الأول، ما قاعدين نشوف قوة الهجومية في الشوط الأول، لكن عندنا كرة تصويبة. حارس المرمى إيمانويل من المنتظر، يعني يعتمد على التصويبات من خارج منطقة الجزاء، وهذه واحدة من التصويبات التي حضرت من جانب ناني باندا، القميص رقم 9 الذي أرسل الكرة، لكن إيمانويل ذا سيفن طبعا بهدفي دانيال ماين. عندنا كرة موجودة وحارس المرمى، حارس المرمى، حارس المرمى إيمانويل العملاق إيمانويل. آسيا الشارجة وشباب الأهلي والوحدة، وبالتوفيق للعين في مباراة اليوم أمام فولاذ. كرة ملعوبة قوية، تسديدة عند حارس المرمى، عند حارس المرمى.